يحتوي البصل على مواد جليكوسودية، وأهمها سيلارين ألف وسيلارين باء، وهاتين المادتين يرجع إليهما مفعول النبات في علاج أمراض القلب، فهما مقويتان للقلب وتساعدان على تحسين وتنظيم ضرباته. كما يحتوي البصل على فيتامين سي المضاد للتعفن والأكسدة والمنشط للهرمونات الجنسية المقوية للرجال. ويحتوي البصل على مادة الكلوكينين وهي تشبه الإنسولين الذي يضبط نسبة السكر في الدم. لذا فالبصل من الأدوية المفيدة لمرضى السكر ويستعمل في حالات الاستسقاء، أي زيادة الماء في البطن وتورم الساقين وانتفاخ البطن وبعض الأمراض التي تصيب القلب بسبب الخمائر الموجودة به، وهذه الخمائر تتأثر بالحرارة. لذلك يفضل أن يؤكل البصل نياً لاستخلاص أكبر فائدة وفعالية، والبصل يفيد البروستات.